GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل واحنا وقفنا. هنعمل بقى هنبدا نشتغل على ازاي اكريت كي فريمز وبلانك فريمز، وازاي اكريت فريمات، وازاي اتعامل مع الحاجات دي. اول حاجه عايز اكريت فريم عادي. ازاي؟ يعني الجزء الفاضي ده اللي هو الجري ده كل واحد فيه اسمه فريم او فريم. طيب طبعا برضو نفس الحكاية، الجزء الابيض كله بيتكون من فريمات، فده فريم وده فريم، بس ده فريم فاضي وده فريم مليان بمحتوى اللي قبله. يعني في محتوى، طالما في كي فريم، اوكي، طالما في كي فريم بيبقى الكول اللي بعديه جراي الى ان احط بلانك كي فريم. اوكي طيب، خليني بقى هنا هاخد الصن بتاعي تحت دي واضغط عليها ضغطه على الفريم. زي ما اتفقنا قلنا كل الحاجه جوه الفريم هتتعلم عليها او تظل عليها بالشكل ده. يبقى من هنا عندي كذا طريقه ان انا اعمل فريم. يبقى دلوقتي ده فريم، عايز اعمل انسيرت كي فريم. اعمل كي فريم ازاي؟ بكليك يمين بيظهر لي قائمه كبيره. تعال بقى شوف هنا اول حاجه في التلاته دول حركة. create motion twin، اي حاجة فيها توين يبقى حركة. create shape twin، create classic twin، ملناش دعوة بدول، هيجي وقته. يبقى insert frame، remove frames. طيب تعالى بقى نشوف كده في الاخر، نبدأ بالفريمات الاول. لو عملت كليك يمين بالشكل ده وعملت insert frame، شوف انا ضغط فين اي فريم على اللاير دي، واقول له كليك يمين واقول له insert frame. اوكي بيعمل لي ايه؟ انسيرت فريم اهو، بيعمل لي زود لي فريم. يبقى هو زود لي كده هنا فريم. تعالى بقى نقول له مثلا تاني انسيرت فريم. جميل. طب لو انا جيت ضغطت على حبة كده حددتهم بالشكل ده وعملت له كليك يمين انسيرت فريم، تتوقع ايه معايا؟ يبقى مشيلي قدر الحبة اللي انا اخترتهم. يبقى اخترت وليكن 15 كي فريم مثلا او 13 كي فريم، اقصد 13 فريم، بروح ماشيلي بقدر اللي انا اخترته. يبقى زود لي 13 مره واحده. يعني انا لو عملت كده وقلت له كده انسيرت فريم هيزود لي كل ده. اه شايف راح فين؟ ارجع كنترول زد. جميل. طيب والله لما عمل لك كده، بص انا لما وصلت لاخر فريم ايه اللي حاصل؟ ضيع لي كل حاجه. ليه بقى؟ ليه ده حصل؟ علشان انا دلوقتي لما باجي هنا عندي الزمن بتاعي ماشي، مفيش اي مشكله، هو الجراي تمام. خلصت الزمن بتاعي دخل في الفاضي كده، مفيش هنا مفيش فريمات خالص، لا فاضي ولا مليان. اوكي فهو قاري لك الفاضي. طب تعالى واحنا عملنا ده كده وخلينا انسيرت كي فريم ده، هنقول له كلير كي فريمز. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي. انا همشي عادي جدا كله فل، يعني اللاير دي واللاير دي واللاير دي كله شغال معايا. جميل. لغايه هنا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هروح جاي اول ما بعمل كده فين؟ مفيش الا الصن. ليه؟ لان الصن هو اللي مكمل معايا الزمن. تمام، مفيش. يبقى الفريمين دول ما فيهمش حاجه غير الصن، يبقى اتقطعوا هنا. وكملت بعد الفريمين دول ما لقيتش الا الصن هو اللي مكمل معايا بره. تمام، يبقى دي لازم حاجه ابقى فاهمها كويس. لو عايز وليكن مثلا حاجه زي كده، لو عايز اجيب اخلي كله زي بعضه بعمل كده اوكي، وبقول له insert frame، بيجيبه لي. شايف مكان ما هضغط هيجيب لي هيكمل لي الباقي كله. يبقى insert frame. تمام، لو عايز اجيب الاتنين مع بعض سوا اروح جاي بكل بساطه معلم الاتنين مع بعض واقول له
انسيرت فريم. يبقى بالنسبة للنقطة دي سهلة جدا. طيب في حاجة كمان طريقتين تعمل بيهم انسيرت فريم، نفس الامر طبعا بس واحده بالكيبورد بالشورت كات كيبورد واحده من خلال المينيوز دي. طيب تعالى هقول لك، والله لو انا ضغطت كده الثلاثه دول، طبعا انا طالما عملت على الثلاثه وبقدر مثلا دول 5 فريمات، يبقى هيوسع لي على الثلاثه بره تمام، وبقدر 5 فريمات زياده. طيب جميل، يبقى الشورت كات بتاعتها F5 من الكيبورد، يبقى F5 يبتدي يعمل لي على طول الفريمات بالطريقة دي. ولازم عشان تبقى شغال بشغل محترف تحفظ كويس جدا 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 F5 وF6 وF7. خلينا في F5 دلوقتي اللي هي كرييت فريم، عادي جدا خلاص. منين بقى تاني؟ من هنا، من انسيرت تايم لاين، واقول له فريم. شايف هنا F5؟ اوكي اوكي يبقى عندي 3 طرق. اول طريقه بالكليك يمين واقول له انسيرت فريم، تاني طريقه من الشورت كات او من قائمه انسيرت تايم لاين اقول له فريم. ده بالنسبه للفريم، نفس الحكايه بالظبط بالنسبه للكي فريم. طيب انا عايز قبل ما اروح على نقطه تانية، عايز الغي بقى الفريمات دي، اعمل ايه؟ عايز الغي الفريمات اللي انا هحددها له دي مثلا، اوكي، او اي فريم من دول هحدد له شويه، بقول له كليك يمين ريموف فريمز، بس كده مفيش اي مشكله، طير لي كل ده. عايز ارجع تاني اهو، انسيرت فريم، عايز اشيل 2 دول، ريموف فريمز. ريموف فريمز كمان بالشورت كات بشيفت واف 5، يبقى اف 5 بتزود لي، شيفت اف 5 بتنقص لي، يبقى ده عكس ده. اوكي يبقى شيفت اف 5، شيفت اف 5 بينقص لي طبعا شوف انا كده من اول 275 لغايه 280، علمت على دول هينقص المفروض 5 على طول. يبقى هنا شيفت اف 5، شيفت اف 5 بدا يظهر لي بالشكل ده. طيب جميل، اف 5 تاني عشان اكبر الزمان بتاعي. وعندي كمان من قائمه edit timeline واقول له remove frames، هنا ايه؟ shift اف 5. اوكي وهنا عندي برضو 3 طرق، يا اما كليك يمين بعد ما تحدد قول لي remove frames، يا اما shift اف 5، او من قائمه edit اروح على timeline واقول له remove frames. ده بالنسبه للفريمات. تعال نخش على الكي فريم. يعني ايه كي فريم؟ طيب تعالى هنا مثلا نقول لي اعمل لي كليك يمين اقول له انسيرت كي فريم. يعني ايه كي فريم؟ يعني بقول له اعمل لي مفتاح، خد لي كوبي من الفريم اللي قبله بالظبط على الفريم ده. يعني ايه؟ هشوف دلوقتي. انسيرت كي فريم، جميل، كنا قلناها قبل كده كذا مره، هو بياخد لي كوبي من الفريم اللي قبله بالظبط، يخليه ده زي اللي قبله بالظبط، فاللي قبله هنا اول واحد فخد له لي كوبي نزله لي هنا. جميل. طيب ايه كمان ممكن اعمل؟ بإف 6 اضغط كده اف 6، يبقى ده نزل لي كي فريم بطريقه ثانيه. هاجي من قائمه انسيرت الطريقه الثالثه تايم لاين واقول له كي فريم، يبقى 3 طرق بالشكل ده بس كلها على اف 6. جميل. في اي حته انا مفيش اي مشكله معايا. طيب لو انا عملت لير جديده ما فيهاش اي حاجه طبعا فاضيه، وقلت له انسيرت كي فريم كده، هينزله لي بلانك. ليه؟
لان اللي قبليه بلانك اهو، اللي قبليه رقم واحد هو بلانك ما فيهوش اي حاجه، فهو خد لي كوبي منه، فالطبيعي ان يبقى بلانك. صح بقى، اخش على بلانك كي فريم. ازاي بقى اعمل بلانك كي فريم؟ اقول له كليك يمين، اقول له انسيرت بلانك كي فريم. عملنا بلانك فريم، يبقى بلانك طبعا يبقى كلمه بلانكه او بلانك يبقى فاضي، حاجه فاضيه، حتى لو قبله كي فريم مليان فبقول له انسيرت بلانك كي فريم. او اف 7 من الكيبورد، تعال نضغط اف 7 مع بعض هنا مثلا، اف 7 اهو، اف 7 اف 7 جميل. او من قائمه insert blank keyframe، يبقى طيب من كلمة insert timeline و blank keyframe، واضغط بيظهر لي بالطريقة دي. طب عايز اشيل كل ده، بعلم عليهم كده وباجي بنقلهم لو انا عايز في اي حتة مفيش اي مشكلة، واقول له كليك يمين واقول له clear keyframes، ده كله كيهات، ده كله keyframes، بس ايه blank keyframes وده كي فريم عادي. يبقى كلير كي فريمز بيشيل لي كل ده وبيظبط لي الزمن بتاعي زي ما كان. يبقى انا دلوقتي فهمت اهم حاجة افهمها بالشورت كاتات، بقى هتكلم دايما بالشورت كات زي ما تعودنا ان احنا دايما نشتغل بالشورت كاتات، يبقى اسرع. يبقى عندنا F5 ده انسيرت فريم، F6 انسيرت كي فريم، F7 انسيرت بلانك كي فريم، طبعا ال F8 كنا خدناها قبل كده في الكرييت سيمبل، اني بقدر اضغط على صن مثلا او على اي حاجة من دول واحولها لسيمبل بال F8 واختار ان كان موفي ولا بوتون ولا جرافيك. ال F9 طبعا عندنا ده الاكشن بانل، لو ضغطت عليها بيظهر لي الاكشن سكريبت. انا مش هضغط عليها لان انا لو ضغطت عليها البرنامج اللي انا بسجل بيها يفصل، فانا هضغط عليها من هنا. ده الاكشن بانل بيبتدي يظهر معايا بالاف 9، تضغط عليها وتضغط عليها تاني يروح. تمام، يبقى عندي زرار جوهريه اف 5 اف 6 اف 7 في الدرس ده، اخد بالي منها كويس، اتمرن كتير جدا على الحاجات دي علشان ابدا اتقن جدا اهم حاجه في الفلاش وهو التايم لاين، عشان ابدا اعمل انيميشن باذن الله. الفيديو الجاي هنبدا نعمل انيميشن خفيف نكمل بيه حركه للبنت بسيطه. سلام عليكم.